هدفي ان اساعدك ما تهزش راسك على الفاضي وانت بتتكلم انجليزي. علشان كده جاي اساعدك النهارده انك تتعلم 5 كلمات جديده، وهبدا معاك سلسله تساعدك انك تعمل ده. تفاعلك على الفيديو ده هو اللي هيحدد اذا كنت هعمل تاني من السلسله دي ولا ده هيبقى اول واخر فيديو. مش هقعد اطول عليك كتير قوي في هنعمل ايه في السلسله دي. اما تتفرج على الفيديو ده كله هتعرف ان نفس الطريقه او نفس النظام اللي مشينا عليه في الفيديو ده هو اللي هنعمله في نفس باقي اجزاء او فيديوهات السلسله. اول كلمه معانا النهارده هي كلمه afraid. afraid. repeat after me. دورك، كرر ورايا. والكلمه دي معناها بالانجلش to feel fear. When someone is afraid, he feels fear. يعني بيحس بالخوف. فafraid معناها خايف. فمثلا لما اقول my little brother is afraid of spiders, my little brother is afraid of spiders، يعني اخويا الصغير بيخاف من العناكب. my little brother is afraid of spiders. دورك. تاني كلمة معانا هي كلمة agree. ودي معناها انك توافق على شيء معين. to agree means to say yes. انك تقول انك موافق على شيء معين. I agree to come with you to the party. يعني انا موافق اني اجي معاك الحفلة. I agree to come with you to the party. دورك. تالت كلمة هي كلمة angry. ودي معناها غاضب أو متنرفز. When you're angry, you want to fight people. You want to talk loudly, to speak loudly to people. بتبقى عايز انك تتكلم بصوت عالي وتزعق لما تكون غضبان. فلما اقول مثلا I was very angry because my little brother broke my phone. I was very angry because my little brother broke my phone. يعني انا كنت متعصب جدا لما اخويا الصغير كسر التليفون بتاعي. I was very angry because my little brother broke my phone. دورك. رابع كلمة هي كلمة arrive. ودي معناها انك توصل مكان. To be at this place. To go to it. My English teacher always arrives late. يعني المدرس بتاعي بتاع اللغة الإنجليزية دايما بيوصل متأخر، زي حالتي كده. My English teacher always arrives late. دورك. خامس كلمة وآخر كلمة معانا النهاردة وهي كلمة attack. وما اسمهاش attack، لا اسمها attack. ودي معناها انك تهاجم شخص او تهاجم شيء معين. To fight or to try to fight or to hurt someone. To try to fight or to hurt someone.